بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع تلاميذ الثانية متوسط في مادة الفيزياء، المراجعة الشاملة رقم 5. هذه المراجعة الشاملة رقم 5 والأخيرة في مادة الفيزياء لتلاميذ الثانية متوسط الفصل الأول. توقفنا في التمرين 43. صنف ما يلي في الجدول التالي إلى ذرات وجزيئات. الذرات والجزيئات عندنا H2O C H2FE C LFES C ولا S CO2 و HCl. طيب نشوفوا الحل. الحل: الذرات C F E C L و S هذو عبارة عن ذرات. الجزيئات H2O H2FES CO2 و HCl عبارة عن جزيئات. التمرين اللي بعده: أتمم الجدول بما يناسب. عندك العنصر والرمز تاعه CL NA S و N و F، ما هي هذه العناصر؟ التمرين اللي الحل تاعه: الاش هو الهيدروجين، الاو هو الاكسجين، السي هو الكربون، اف او هو الحديد، وسي او هو النحاس. سي او هو النحاس. طيب هذا التمرين اللي احنا تخلطنا هذا مع هذا، الهيدروجين اكسجين كربون والحديد والنحاس، هذا هو اللي درناه. الهيدروجين اش، الاكسجين او، كربون سي، الحديد اف او، النحاس سي او. طيب اللي قريناه، التمرين اللي قريناه قبله عطاولك اعطانا الرمز وحنا نديروا العنصر شو هو. سي ال الكلور، ان ا صوديوم، اس كبريت، ان الازوت، والاف هو الكلور. اف هو الكلور. التمرين اللي بعده: اتمم الجدول بما يناسب. اكسجين الماء، ثنائي اكسيد الكربون والميثان، ما هي صيغه كل واحد منها؟ وهنا العكس، التمرين اللي بعده العكس، اعطالك الصيغه اش سي ال SO2 N2 C4 و H10، عطالك الصيغة ما هو الجزيء. طيب نشوفوا الحل. طيب الأكسجين O2، الماء H2O، ثنائي أكسيد الكربون CO2، الميثان CH4، HCl هو كلور الهيدروجين، SO2 ثنائي أكسيد الكبريت، N2 غاز الأزوت، C4H10 هو البوتان، غاز البوتان. طيب التمرين اللي بعده، التمرين 48. أتمم الجدول بما يناسب. عندك اسم الجزيء، ثنائي الأكسجين، ثنائي الهيدروجين، ثنائي الأزوت، ثنائي الكلور، ما هو تركيبه، ما هو النموذج الجزيئي، وما هي صيغته الكيميائية. ثنائي الأكسجين ذرتان من الأكسجين أحمر، صيغته الكيميائية O2. ثنائي الهيدروجين ذرتان من الهيدروجين أزرق H2. ثنائي الأزوت ذرتان من الأزوت، الصيغة الكيميائية N2. ثنائي الكلور ذرتان من الكلور أخضر Cl2. التمرين اللي بعده: أتمم الجدول بما يناسب. عندك الجزيء، التركيب، النموذج الجزيئي، والصيغة الكيميائية الماء، ثنائي أكسيد الكربون. هنا أعطالك التركيبة، ذرة من الكبريت وذرة من الحديد، ما هو الجزيء، ما هو النموذج، وما هي الصيغة أخضر. هنا أعطالك النموذج وتكمل، وهنا أعطالك النموذج وتكمل. طيب الماء تركيبه ذرة من الأكسجين وذرتان من الهيدروجين أحمر كما راكم تشوفوا، الصيغة H2O. ثنائي أكسيد الكربون ذرة من الكربون وذرتان من الأكسجين أحمر CO2. كبريت الحديد ذرة من الكبريت وذرة من الحديد أصفر وبني FeS. كلور الهيدروجين ذرة من الكلور وذرة من الهيدروجين أخضر HCl. الميثان ذرة كربون وأربع ذرات من الهيدروجين، نموذج جزيئي هكذا، والصيغة الكيميائية CH4. التمرين اللي بعده، التمرين اللي بعده: في رحلة جبلية مع أصدقائه قام أيمن بإشعال الحطب لتدفئة نفسه والمكان. إذا علمت أن الكربون مع غاز الأكسجين يعطي غاز يعكر ماء الجير، ما هو الغاز الذي يعكر ماء الجير؟ ما نوع التحول الحاصل؟ علل إجابتك، علل إجابتك. كذلك أعطاك جدول: أتمم الجدول معبرا عن التحول الحاصل بالنموذج
المتراس ثم بالصيغة الكيميائية قبل التحول بعد التحول، غاز الأكسجين زائد الكربون، النموذج الصيغة والصيغة الكيميائية قبل التحول بعد التحول. نشوفوا الحل. الغاز الذي يعكر ماء الجير هو ثنائي أكسيد الكربون. التحول الحاصل هو تحول كيميائي لظهور مواد جديدة تختلف طبيعتها عن المواد الأصلية. إتمام الجدول معبر عن التحول الحاصل بالنموذج المتراس ثم الصيغة الكيميائية، غاز الأكسجين زائد الكربون قبل التحول بعد التحول ثنائي أكسيد الكربون. بعد التحول كما راكم تشوفوا أحمر سي زائد O2 CO2 صيغة الكيميائية. التمرين اللي بعده. في مخبر المتوسطة قام الأستاذ بتجربة للتحليل الكهربائي للماء فأعطى لهم غاز الأكسجين وغاز الهيدروجين، ما نوع هذا التحول؟ مبررا إجابتك، كيف يمكن الكشف عن غاز الأكسجين وغاز الهيدروجين؟ أتمم الجدول بما يناسب. الكتابة الحرفية النموذج الجزيئي الصيغة الكيميائية قبل التحول بعد التحول. طيب، التحول الحاصل هو تحول كيميائي لظهور مواد جديدة تختلف طبيعتها عن المواد الأصلية. طريقة الكشف عن غاز الأكسجين وغاز الهيدروجين: غاز الأكسجين نقرب عود ثقاب فيزداد لهيبه، غاز الهيدروجين نقرب عود ثقاب فنسمع فرقه. إتمام الجدول: الماء قبل التحول أحمر كما لكم تشوفوا 2H 2O تعطينا O2 زائد 2H2 كما راكم تشوفوا قبل التحول بعد التحول. ملاحظة: قد تم إضافة 2 قبل الصيغة الكيميائية للماء لتكون المعادلة موزونة كما راكم تشوفوا 2 2 زادوا لنا 2 حتى يصبح عدد الذرات لكل عنصر قبل التحول مساويا لعدد الذرات بعد التحول. التمرين اللي بعده. في أحد المناطق النائية تم تزويد بيتهم بغاز المدينة غاز الميثان، فأخبر إسماعيل ابنه بأن غاز الميثان هو غاز ينتمي إلى عائلة الفحوم الهيدروجينية، وهو يتكون من ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين، واحتراقه في وجود ثنائي الأكسجين ينتج ثنائي أكسيد الكربون بالإضافة إلى الماء. كيف يمكن الكشف عن الغاز الناتج؟ ما نوع هذا التحول مع التبرير؟ أكمل الجدول بما يناسب، قبل التحول بعد التحول. طيب، ميز الذرات عن الجزيئات فيما يلي: Cl CO Fe CO2 Cu NaCl. حدد نوع وعدد الذرات المكونة للجزيئات التالية: C6H12O6 CuSO SO4 NaCl. شوفوا الحل تاع التمرين. التمرين تمرين 52 و53 مع بعض. طيب، يمكن الكشف عن الغاز الناتج بتعريضه لرائق الكيس فيتعكر. التحول الحاصل هو تحول كيميائي لظهور مواد جديدة تختلف طبيعتها عن المواد الأصلية. إتمام الجدول. لاحظ: غاز ثنائي الأكسجين زائد غاز الميثان CH4 زائد 2O2 بعد التحول CO2 زائد 2H2O. تم إضافة 2 قبل الصيغة الكيميائية لغاز ثنائي الأكسجين والماء لتكون المعادلة موزونة حتى يصبح عدد الذرات لكل عنصر قبل التحول مساوي لعدد الذرات بعد التحول. هذا شيء مهم، ملاحظة مهمة. التمييز بين الذرات والجزيئات: الذرات Cl Fe Cu، الجزيئات CO CO2 NaCl. تحديد عدد نوع وعدد الذرات المكونة للجزيئات الآتية: C6H12O6 يتكون من 6 ذرات من الكربون و12 ذرة من الهيدروجين و6 ذرات أكسجين. CuSO4 يتكون من ذرة نحاس وذرة كبريت و4 ذرات أكسجين. NaCl يتكون من ذرة من الصوديوم وذرة من الكلور. التمرين اللي بعده. سمي الذرات الممثلة بالرموز التالية: A, G, C, A, C, L, N و C, U. اكتب الصيغة الجزيئية للجزيئات التالية: يتكون من ذرة من الهيدروجين وذرة من الكلور، يتكون من ذرتين من الصوديوم وذرة من الكربون وثلاث ذرات من الأكسجين، يتكون من ذرتين من الهيدروجين وذرة من الكبريت وأربع ذرات من الأكسجين. تسمية الذرات الممثلة بالرموز الآتية: A, G, فضة، C, A, كالسيوم.
سي الكلور ان الازوت سي النحاس. يتكون من ذره من الهيدروجين وذره من الكلور اش سي ال. يتكون من ذرتين من الصوديوم وذره من الكربون وثلاث ذرات من الاكسجين ان اثنين سي او ثلاثه. يتكون من ذرتين من الهيدروجين وذره من الكبريت واربع ذرات من الاكسجين اش اثنين اس او اربعه. التمرين اللي بعده اتميم الفراغ بالرمز المناسب. جزيء غاز احادي اكسيد الكربون، جزيء غاز ثنائي اكسيد الكربون، جزيء من غاز الاكسجين، جزيئين من غاز الاكسجين، ذرتين من غاز الاكسجين. جزيء غاز احادي اكسيد الكربون سي او، جزيء غاز ثنائي اكسيد الكربون سي او 2، جزيء من غاز الاكسجين او 2، جزيئين من غاز الاكسجين 2 او 2، ذرتين من غاز الاكسجين 2 او. تمرين اللي بعده نافذة المنزل الحديدية حينما تعرضت للحرارة والرطوبة المختلفة أدت بها للصدى، وهو تحول يكون على الحديد بوجود غاز الأكسجين ليعطي ذلك الصدى، والذي يسمى علميا أكسيد الحديد الثلاثي. يتكون من ذرتين من حديد وثلاث ذرات من الأكسجين. ما نوع هذا التحول مع تبرير؟ أكمل الجدول قبل التحول بعد التحول. هذا التحول هو تحول كيميائي لظهور مواد جديدة. إتمام الجدول: الحديد بني، غاز الأكسجين أحمر. بعد التحول أكسيد الحديد الثلاثي 2Fe2O3. هنا يا 4Fe زائد 3O2. قد تم إضافة العدد 4 قبل الصيغة الكيميائية للحديد، والعدد 3 قبل الصيغة الكيميائية لغاز الأكسجين، و2 قبل الصيغة الكيميائية لأكسيد الحديد الثلاثي، لتكون المعادلة موزونة حتى يصبح عدد الذرات لكل عنصر قبل التحول مساويا لعدد الذرات بعد التحول. ملاحظة مهمة. التمرين اللي بعده قام زكريا وأصدقائه بالقيام بحفلة شواء على أحد المناطق الجبلية المطلة على المناظر الجميلة، وتم إشعال الحطب المتواجد في المنطقة باستعمال ولاعة التي تحتوي على غاز البوتان الذي يحتوي على أربع ذرات كربون وعشر ذرات من الهيدروجين، واحتراقه مع ثنائي الأكسجين يعطي غاز ثنائي أكسيد الكربون والماء. ما هي الصيغة الكيميائية لجزيء غاز البوتان؟ أكمل الجدول بما يناسب، أكمل الجدول بما يناسب قبل التحول بعد التحول. ماذا يحدث لشخص نام داخل غرفة وتسرب فيها غاز البوتان؟ ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حدوث ذلك؟ كيف نحمي أنفسنا من تسرب هذا الغاز؟ طيب، الصيغة الكيميائية لجزيء غاز البوتان C14-10. إتمام الجدول: قبل التحول غاز الأكسجين غاز البوتان أحمر، وغاز البوتان 2C14-13O2. بعد التحول ثنائي أكسيد الكربون والماء 8CO2-10H2O. الملاحظة: تم إضافة العدد 2 قبل الصيغة الكيميائية للغاز البوتان، والعدد 13 قبل الصيغة الكيميائية لغاز الأكسجين، و8 قبل الصيغة الكيميائية لغاز ثنائي أكسيد الكربون، و10 قبل الصيغة الكيميائية للماء، لتكون المعادلة موزونة حتى يصبح عدد الذرات لكل عنصر قبل التحول مساوي لعدد الذرات بعد التحول. لو كان هناك شخص نائم داخل غرفة وتسرب فيها غاز البوتان لحدث إغماء له أو اختناق نظرا إلى نقص غاز الأكسجين وزيادة ثنائي أكسيد الكربون وغاز أحادي الكربون. الإجراءات الواجب اتخاذها: فتح الأبواب والنوافذ، عدم تشغيل المصابيح، عدم تقريب أي مصدر به شرارة كهربائية، الاتصال بالحماية المدنية، إجراء التنفس الاصطناعي إذا تطلب الأمر. طيب، لحماية أنفسنا من تسرب هذا الغاز، تهوية الغرف وترك النوافذ مفتوحة، تركيب أجهزة إشعار الغاز، إطفاء المدافئ وأي شيء له علاقة بهذا الغاز بعد انتهاء من العمل بها، الصيانة المستمرة للأجهزة، تفقد الأجهزة بين المرة والأخرى. طيب، التمرين اللي بعده في مخبر التكنولوجيا قام معاذ وهو تلميذ في السنة الثانية متوسط وتحت إشراف أستاذه بسكب كمية من حمض كلور الماء الذي تكون من ذرة من الهيدروجين وذرة من الكلور على كمية من برادة الحديد ذرة حديد، فينطلق غاز الهيدروجين ويتشكل محلول كلور الحديد الثنائي الذي يتكون من ذرة من الحديد وذرتين من الكلور. ما هي الصيغة الكيميائية لمحلول كلور الحديد الثنائي؟ أتميم الجدول: قبل التحول بعد التحول. طيب، الصيغة الكيميائية لمحلول كلور الحديد الثنائي FeCl2. إتمام الجدول: كلور الماء
اخضر حديد بني اف او زائد 2 اش سي ال. بعد التحول كلور حديد الثنائي غاز الهيدروجين اف او سي ال زائد اش 2. تمت إضافة 2 قبل الصيغة الكيميائية لكلور الماء لتكون المعادلة موزونة حتى يصبح عدد الذرات لكل عنصر قبل التحول مساوي لعدد الذرات بعد التحول. التمرين اللي بعده، درست سلسبيل في مادة العلوم الطبيعية عن التركيب الضوئي، وهو عملية يقوم بها النبات الأخضر من أجل إنتاج الغلوكوز. يتكون من 6 ذرات كربون و12 ذرة هيدروجين و6 ذرات أكسجين وغاز الأكسجين انطلاقا من غاز ثنائي أكسيد الكربون. ما نوع هذا التحول؟ أتمم الجدول، قبل التحول بعد التحول. طيب، نوع هذا التحول هو تحول كيميائي لظهور مواد جديدة تختلف عن المواد الابتدائية. إتمام الجدول، قبل التحول الماء غاز ثنائي أكسيد الكربون، بعد التحول الغلوكوز وغاز الأكسجين 6CO2 6H2O 6C6H12O6 زائد 60 2. قد تمت إضافة 6 قبل الصيغة الكيميائية لغاز ثنائي أكسيد الكربون و6 قبل الصيغة الكيميائية للماء و6 قبل الصيغة الكيميائية للأكسجين لتكون المعادلة موزونة حتى يصبح عدد الذرات لكل عنصر قبل التحول مساوي لعدد الذرات بعد التحول. التمثيل بواسطة النموذج الجزيئي للغلوكوز خارج البرنامج وتم وضعه من باب أخذ زيادة المعرفة. تاع الغلوكوز هذا مش داخل البرنامج، من باب المعرفة فقط. بارك الله فيكم، لا تبخلوا علينا بإعجاب وجيم للفيديو، كذلك الاشتراك في القناة. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.